عليكم، حياكم الله في سفرتنا الرمضانية. اليوم وكل يوم نعطيكم سفرة من أروع ما يكون، وانتم من باكر تطبقونها ولا نعطيكم فرصة تفكرون، احنا نفكر عنكم ونسوي لكم. اليوم ان شاء الله انا الحلو ويا سلطة، ام محمد المالح مع تسلم عليكم وتبتدي في شغلها. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مع الأطباق طبعا الجميلة، واحنا نسمي أطباق شيء ما شفتوه من أول. اليوم إن شاء الله أبي أسوي ريش، إحنا متعودين طبعا الريش إنه يكون مع اللحم، لكن اليوم شفت وايد إنهما ما يحبون يحطون اللحوم، فقلنا بديل عندنا بدال ما نحط اللحوم نحط عندنا الخضار، وعندي شوربة إن شاء الله شوربة الذرة. أي أبتدي في عندي الريش، أنا طبعا الريش عبارة عن كوب وأكون منقعته من أول، وعندي كنت مسوية كوب 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 إيه؟ علمتيني على ثلاث أكواب علمتيني إيه؟ على أكلة اليوم أنا كوب 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 طبعا اللي علمتني إياها من أول إيه؟ فعندي كوب فلفل أخضر، وعندي كوب جزر، وعندي كوب كوسة، وعندي كوب بصل، وعندي البهارات الكمون والفلفل الأسود والكزبرة، وعندي الثوم ومع الملح. أي الحين أول شيء أسوي أني أنا أبي أحمر البصل، أحط عندي طبعا الزيت قليل شوية من الزيت. اليريش نقعتي ولا بس غسلت؟ لا منقعته. اليريش منقع كاهو، منقع ومغسول. نقعته وغسلته أم محمد. أي أبتدي في الله يهينك الكبسة، تفضلي في البصل اللي عندك هني عشان حرارته، وأخلي معه عندي الثوم وأخلي يتحمر على راحته. احنا طبعا متعودين على القريش انه يكون باللحم، لكن اليوم خلينا نغير شويه ونبتدي في عندي الخضروات. يبي له وقت حماسه على ما نحمس انا اخلط. ابتدي خلطي طبعا على ما يتحمر عند ام محمد البصل. انا بسوي لكم الطبقي، وطبقي جدا سهل مثل ما عودتكم على طول، اطباقي وايد سهله. طبقي عباره عن بسكوت اللوز او نوع من الانواع البيتيفور اللي هي بين الكيك وبين البيتيفور، يعني لينه شويه وناشفه شويه. المقادير عندي 3 بيضات، 3 كوب من السكر، عندي 3/4 من الزبده راح اسيحها، عندي 3/4 من اللوز، ونص كوب من الطحين بدايه، وطبعا عسل وشوكليت شيبس هذه اللي راح ازين فيه. بداية أول ما أحط اللي هو نص كوب من السكر مع صفار 3 بيضات، عندنا 3 بيضات راح نعزل الصفار، شوفوا نص كوب، ما راح أكثر لأن فيها عسل بعدين راح تجرب. أحط النص كوب من الشكر، أحط وياه بياض الصفار 3 بيضات مع الفانيليا طبعا. انا احاول احط الصفار بروح والبياض بروح، لان الصفار راح يختفق يعني اخفقه مع البياض، هذا مع الشكر وهذا مع الملح، يعني البياض راح اخفقه مع الملح، الشكر راح اخفقه مع الصفار. اي ليش احط الملح ام محمد؟ لان الملح دائما يحافظ على تماسك البياض. هذا 3 صفار بيضات، راح اغسل ايدي وافتح الفرن قبل لا اشتغل. على ما انت تغسلين ايدينك اي اضيف الحين باقي الخضروات، الفلفل الاخضر، وبعدين اي احط الجزر، وعندي الكوسه طبعا كلها شرايح. اي وابتدي اخلطها كلها مع بعض،
سهلة وبسيطة وحلوة وحلوة. فعلا أنا ضايقتها من أم محمد والله ما حسيت فيها أنا خضار. أي طبعا شوية أحاول أني أنا أخلطها، وبعدين أحط عليها الماي وأخليها تطبخ شوية. حطي عليها الماي ونرجع حقي عشان نبتدي حقك. أحاول على قد ما أقدر بس لو قلاص ماي بس. بس قلاص ماي؟ بس إيه. وأخليها إذا احتاجت يعني كل كوب يريش عليه قلاص ماي. قلاص إيه. أوكي. كل كوب عليه قلاص. إيه. وأخليه يطبخ. الحين بوريكم شلون نخفق بتفورنا. البياض قلنا الصفار، صفار ثلاث بيضات حطيت وياهم نص كوب من السكر. يا ريت تبين للكاميرا هنا، ثلاث صفار بيض عليه نص كوب من السكر، ثلاثة بياض بيض عليه رشة ملح صغيرة. هذه الرشة هي اللي تساعد على الصفار. طبعا أول شيء راح أخفق الصفار البياض بروحه، بعدين لو انتقلت في هذه على الصفار ما يضر، لكن غلط انكم تخفقون بالصفار وتردون على البياض، لان لون هذا كله لا ما يرتفع. اي فانا الحين طبعا لان بيتفور مو كيك، مو لازم الخفاقه الكهرباء، اخفق بايدي بس مجرد ما ينفي الشيء بسيط. راح اخلط المقادير الثانيه مع بعض. طبعا انا اخفق مني لحد ما يخفق عدل معاي. طبعا ما انطره يصير مارينج، لا الخفقه الخفيفه احنا ما نبي، وهو اللي يساعد على رفعه الكيكه او البتيفوره ويعطيها الرطوبه اللي قلنا هي لا هي بتيفور ولا هي كيك. شوفوا قاعد يدخل هواء، هذا الهواء انا محتاجته كثر ما نقدر. في بعض الصالونات ياخذون الصفار البيض يصير ماس حق الوجه فيشق الوجه. انا اللي اعرفه الروب. خلطوا خلطوا، اكلتي بسيطه وسهله بس لازم تقيدون في مقاديري دائما المقادير شو اسمه لازم تبي لها تغيير. تساعديني شويه عمري يلا، لان شويه يبي لها لا مو كذي زين. ايوه الطريقه اللي سويتها ام محمد لا تسوونها، سووا الطريقه هذه، لان الطريقه هذيك تطلعون الهواء لكن الطريقه هذه تدخلون الهواء. يلا انت دخلي وانا اطلع. حلوه لاخر ال يلا دخل وطلع طلع طلع. اوكي كذي وصلنا الى المرحله اللي احنا نبيها، كنا رغوه صابون. نبتدي نخلط هذه ماكو اشكاليه لان ما نبي ندق الهواء، نبي نغيرها بس. لا تدخلون هواء. المفروض هذه لي وهذه لك. اي المفروض ها؟ طبعا بس اغير لونها، بس يتغير لونها راح احط قفشه من الفانيليا. لا ننسى الفانيليا. دائما الفانيليا مع الصفار، الصفار هو اللي فيه زفره مالت البيض، اما البياض ترى ما فيه زفره. شوفوا وصلنا الى هالمرحلتين، عندي بياض وعندي صفار. ابتدي احط ثلاث ارباع من الزبده، ثلاث ارباع من الزبده. نشيل ربع ونبتدي نحط الثلاث ارباع مع صفار البيض ونخفقه بعد مره ثانيه. كله يدوي. كله يدوي. لان هي مو كيكه. هي نوع من انواع البيتفورات. بس لما يتجانس ها. ترى ماني حاطه انا ولا اي نوع من البيكنج بودر ولا شيء من هذا. خلصنا؟ نبتدي نحط فوقه ثلاث ارباع من ثلاث ارباع من اللوز هذا. بس امشي يدي على ما تمشين يدينك ام احمد. اي الحين احط عندي
الريش اللي أنا منقعته، وكل ما نقعتي أكثر كل ما نضع عندك أكثر. أكيد هو دائما كل الحبوب إذا نقعتوها بزيادة كل ما نضت أسرع. أكيد هي محتاجة ماي ومحمر. أشوف إذا محتاجة إلى ماي نحط لها. أوكي نرجع حق شغلنا. نرجع يلا أسكر عليه وأخلي على راحته. تفضلي أم أحمد. طبعا شوفوا وين وصلنا بالنسبة حق البيض، صفار البيض والشكر نص كوب، ثلاثة صفار بيض إلى ثلاثة أرباع زبدة. الحين أبتدي أحط ثلاثة أرباع من بودرة اللوز، هذا ثلثين وهذا ثلث يصير ثلاثة أرباع، هذا ربع وهذا ربع ثلثين يصير ثلاثة أرباع من اللوز. نحطها كاملة هني ثلثين وهناك ثلث، صار نبي ثلث، ما نبي أنا حطيت ربع، أبي ثلث كهوة ثلث لأن ثلاثة أرباع أو ثلاثة ثلاث. ثلاثة أرباع تحطين نص وربع؟ لا 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 هو ثلاث كهو، هذا ثلاثة أرباع بس. ممكن نحطه سيدة. سيدة عيالنا إذا قلنا لهم ثلاثة أرباع يعني ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع من الكوب يبين عندي، ثلاثة أرباع كوب لوز ونص طحين أحطهم. هذا اللوز والنص طحين، طحين أقل من اللوز هي ميزتها باللوز، فأنا أحط نص كوب من اللوز، هذا نص كوب، وابتدي عاد وأنا أحرك أحط شوية من بياض البيض وأحرك وأضيف بياض البيض اللي شرخناه وأحرك المقدار كله وأصبه في القوالب، أي نوع من القوالب اللي تحبونها، في قوالب صغيرة خاصة بالبيتيفورات الحين أوريكم إياها. هذا قوام البيتيفور اللي عندنا، بيتيفور لين مو بيتيفور ناشف، هذا قوامه. كذي خلصنا من كل مقاديرنا، نوخر كل شيء عنا عشان نبتدي نوريكم شنو نسوي. تبين أشيلهم؟ تبين أشيلهم؟ كلهم خلصنا منهم. إنزين الحين بحط أخذ قفشة ويب القوالب، أي نوع من قوالب السيليكون اللي عندنا، أي نوع من قوالب